بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام، بعد أن اتضحت الصورة وأصبح لدينا أربع منتخبات تأهلت إلى هذا الدور، الطرف الأول والواصل الأول إلى المباراة النهائية لهذه البطولة هو منتخب غينيا. بعد ماراثون من ركلات الترجيح استطاع ان يتغلب على المنتخب النيجيري بعشر ركلات ترجيح مقابل تسعة، وبالتالي يتأهل الى المباراة النهائية لهذه البطولة. ولكن ايضا نيجيريا ضمنت التواجد في النسخة القادمة لكأس العالم للناشئين في البرازيل اكتوبر المقبل بمشيئة الله. الى الطرف الثاني والواصل للمباراة النهائية سيتحدد بعد هذه المباراة بين منتخبي الكاميرون وانغولا. ولكن في البداية دعونا نستمع الى النشيد الوطني لانغولا والكاميرون. إذا استمعنا أولا إلى النشيد الوطني الكاميروني، والآن نستمع إلى النشيد الوطني لأنغولا. بعد أن استمعنا إلى النشيدين الوطنيين لكلا البلدين، نستعرض وإياكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان تشكيلتي كلا المنتخبين. المنتخب الكاميروني المنتخب الذي تصدر مجموعته المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط ولم يهزم حتى الآن في هذه البطولة، تعادل وحيد وانتصارين. يلعب هذه المباراة بالحارس مانفريد إكوي، يلعب أمامه باتريس إنغولانا في الدفاع على اليمين، وعلى اليسار ريكي إنغاتشو، بنجامين بيري وفابريس إنزي في مركز قلب الدفاع، في الوسط الرباعي إسماعيل سايدو، داود أمادو، جيل ديبونجي وستيف موفوي، بينما يقود الهجوم اللاعب سايدو اليوم وليونيل وامبا. هذه التشكيلة 4-4-2 للمدير الفني الكاميروني ليبي. مباراة يحضرها طبعا يعني الكثير
من مسؤولي الكاف وايضا مدرب المنتخب التنزاني الذي صنع التاريخ للمنتخب التنزاني وعاد من جديد لنهائي كاس الامم الافريقيه المدرب النيجيري مانويل امونيك. انغولا تلعب هذه المباراه بالحارس جوفاني كارفاليو، يلعب امامه افونسو بينجا على الدفاع، في خط اليمين جوزيكا كامبينغانو على اليسار، ريفالدو كامبوتا، تيلسون تومي في مركز قلب الدفاع، بروفيريو، بيريديتو، دومينغوش في الوسط، وفي الامام زيتو ودافيد وكابيتا. كابيتا حتى الان هو هداف البطوله، اوزفالدو كامبيمبا الشهير بكابيتا. هي تشكيله المدرب البرتغالي بيدرو جونسالفيش وطاقم التحكيم لهذه المباراه امامنا بقياده الحكم عيسى الصي الحكم السنغالي، ومعه ايضا البساطي يوسف البساطي الحكم المساعد المصري الاول، ومعه ايضا الحكم الزيمبابوي من زيمبابوي كوسوزا، بينما الحكم الرابع في هذه المباراه هو المصري احمد الغندور. هذه الاجواء في ملعب الملعب الوطني في دار السلام قبل انطلاق المباراة الثانية للدور نصف النهائي من هذه البطولة، بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام. الخطوة قبل الأخيرة قبل الوصول للمباراة النهائية، طبعا المنتخب الغيني في مفاجأة من العيار الثقيل يفوز على المنتخب النيجيري ويقصي بركلات الترجيح. توماس ليبي المدير الفني للمنتخب الكاميروني في مواجهة البرتغالي بيدرو غونزالفيش. صعد المنتخب النيجيري الى صعد المنتخب النيجيري نهائي كأس العالم القادمة طبعا للناشئين في البرازيل 2019 برفقة المنتخبات الثلاثة الأخرى طبعا اللي تأهلت للدور نصف النهائي. بيدرو غونزالفيش المدرب البرتغالي أمامنا والطامح إلى الفوز بلقب هذه البطولة، والواصل بأنغولا لأول مرة في تاريخها طبعا إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عام لأول مرة في تاريخ المنتخب الأنغولي سيتواجد في نهائيات كأس العالم القادمة طبعا لهذه المرحلة العمرية لهذه الفئة العمرية المواليد 2002 طبعا وما بعدها. منتخبات الناشئين في افريقيا، بطولة كأس أمم افريقيا للناشئين، أطلق حكم المباراة عيسى الصي طبعا صافرته وأعلن عن انطلاقة أحداث الشوط الأول من هذه المباراة منذ ثواني قليلة. يبدأ المنتخب الكاميروني على الجهة اليسرى بالتيشيرت الأخضر، وأمامنا المنتخب الأنغولي طبعا يبدأ بالتيشيرت الأبيض على اليمين في هذه المباراة في الشوط الأول. جيوفاني يلعب كرة طويلة في الأمام، جيوفاني دافيد إنزانزا لاعب المنتخب الأنغولي. بداية هادئة لأجواء الشوط الأول من هذه المباراة، دقائق جس النبض وهذه انطلاقة من زيتو، زيتو انطلق الآن في الأمام، زيتو زيتو البحث عن تسديدة والتسديدة القوية ترتد من أقدام مدافعي المنتخب الكاميروني في حال الدفاع على المنتخب الكاميروني. كرة تقطع، المنتخب الأنغولي يلعب بالرسم الخططي 4-3-3 في هذه المباراة، بينما المنتخب الكاميروني يلعب ب 4-4-2 كلاسيكية في هذه المباراة. طبعا الأمور الخططية والأمور التكتيكية قابلة للتغيير بحسب رؤية المدير الفني. المنتخب الكاميروني رامي التماس في وسط ملعب المنتخب الأنغولي، وكرة عرضية مرت وعدت من أمام سايد واليوم مهاجم المنتخب الكاميروني هداف البطولة حتى الآن، هداف هذه البطولة واللاعب الأنغولي كابيتا. أوزفالدو كامبيمبا الشهير طبعا بكابيتا لاعب رقم 7 سجل حتى الآن 3 أهداف في هذه البطولة، مباراة الأولى في الدور نصف النهائي حسمت بركلات الترجيح مع نهاية التسعين دقيقة لم تشهد أهداف. مباراة الدور نصف النهائي الأولى بين نيجيريا وغينيا طبعا انتهت بركلات المعاناة الترجيحية، هل تؤول الأمور في هذه المباراة وتنتهي أيضا بركلات الترجيح؟ سننتظر لنعرف بكل تأكيد مصير هذه المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لهذه البطولة، بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام. جوفاني بيربط له حذاءه على طول، لعب تيلسون تومي، توماس ليبي
المدير الفني للمنتخب الكاميروني تأهلت كأول المجموعة الثانية. نيجيريا اللي كانت أول المجموعة الأولى بسبع نقاط أيضا لم تتلقى أي هزيمة في البطولة، خرجت أمام المنتخب الغيني اللي كان وصيف للمجموعة الثانية، كان وصيف للكاميرون. المنتخب الغيني يملك عناصر مميزة جدا، المنتخب الغيني وعلى رأسها طبعا اللاعب إبراهيم فوفانا، لاعب مميز جدا إبراهيم فوفانا. الدور نصف النهائي من هذه البطولة طبعا كما نعلم بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين بتقام من مجموعتين، كل مجموعة من أربع منتخبات. هناك بعض المنتخبات التي انسحبت من التصفيات ولم تلعب، مثل المنتخب المصري طبعا للناشئين انسحب من التصفيات ولم يتواجد من الأساس في التصفيات المؤهلة لهذه البطولة. أقبل المنتخب الكاميروني وكرة عرضية على القائم القريب، لكن تنظيم دفاعي جيد حتى الآن للمنتخب الأنجولي وركلة مرمى لمنتخب أنجولا. ركلة مرمى دي ضغط جاء طبعا من جانب اللاعب ليونيل وامبا، أجسام قوية للاعبي المنتخبات المتأهلة طبعا للدور نصف نهائي من هذه البطولة. الكاميرون أنجولا نيجيريا غينيا، المباراة الأولى طبعا انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذهبنا طبعا إلى الماراثون، ماراثون ركلات الترجيح، واللي حسم طبعا للمنتخب الغيني بعشر ركلات مقابل تسع ركلات، وكانت الركلة الأخيرة للمنتخب النيجيري الركلة العشرة والأخيرة التي ضاعت من الركلات العشرة التي لعبت، بينما لاعبو المنتخب الغيني سجلوا العشر ركلات الأولى بنجاح. كان الدور وقتها طبعا على حارس المرمى المنتخب الغيني، ولكن أهدر ودوكو لاعب المنتخب النيجيري الركلة العاشرة، وبالتالي لم يتم اللجوء إلى حارسي المرمى طبعا كامارا وستيفن في هذه المباراة. هذه كرة في الأمام ملعوبة، لكن إكوي هل كان فيها ركلة جزاء؟ بيدرو غونزالفيش المدرب البرتغالي المنتخب الأنجولي، كما نعلم طبعا أنجولا كانت إحدى المستعمرات الإفريقية البرتغالية، وبالتالي العلاقات قوية. هذه مرور وتسديدة لكن بعيدة، بيدرو طبعا مدرب عمره 43 عام، المدرب البرتغالي بيدرو غونسالفيش يصنع التاريخ هذا المدرب البرتغالي للمنتخب الأنجولي، ظهور الأول لأنجولا طبعا في نهايات كأس العالم سيكون في البرازيل بفضل هذا المدير الفني. هذه محاولة من جديد في الأمام للمنتخب الكاميرون، مواجهة بكل تأكيد ستكون قوية وصعبة على كلا المنتخبين، مواجهة قوية وصعبة على كلا المنتخبين. أنجولا في الدفاع الآن وتقدم من جانب المنتخب الكاميروني، وخطأ ركلة حرة، الخطأ على اللاعب رقم 19 جوزي كابينغانو. جوزي كابينغانو قائد المنتخب الأنجولي يلعب لفريق بيترو أتلتيكو ديلواندا، هذا لاعب جوزي كابينغر. وادي كابيتا لاعب رقم 7، لاعب طبعا يلعب في فريق مارينيا داجر ديلواندا، كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عام. والركلة الحرة للمنتخب الكاميروني على الجهة اليمنى، ادي جيوفاني حارس مرمى المنتخب الأنجولي، جيوفاني كارفاليو حارس من مواليد 2002. هذه البطولة طبعا لمواليد 2002 وما بعدها، يعني ممكن 2003 ممكن 2004 2005 يعني يلعب في هذه البطولة، ولكن حتى الآن لم نشاهد أي لاعب من مواليد 2005 في مواليد 2004 يشارك في هذه البطولة. كرة عالية اتلعبت وضربت رأس مرة على المرمى إلى ركلة مرمى للمنتخب الأنجولي، رأسية بيري بنجامين بنجامين لاعب المنتخب الكاميروني مرت اعلى المرمى. هذه بيري بيجاما لاعب المنتخب الكاميروني راسيته مرت اعلى المرمى، هيلعب على طول جوفاني دي كارفاليو، يلعب جوفاني دي كارفاليو كرة عالية في الامام، وصلت مرة اخرى من جديد في وسط الملعب لداودة، غير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى لباتريس، يلعب كرة في الامام باتريس مخطوفة بن كابيتا هداف البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف هذا اللاعب كابيتا. مرة أخرى محاولة من جديد في الأمام تقطع من دفاع المنتخب الكاميروني،
تعود من جديد الى وسط ملعب المنتخب الانجولي. البحث عن الهدف الاول لا زال مستمر من جانب لاعبي كلا المنتخبين، وفي النهايه الكره مرت الى خارج الملعب الى رمي التماس. كاس الامم الافريقيه للناشئين تحت 17 عام تنزانيا 2019 نسخه رقم 13 من هذه البطوله، هذه البطوله اللي كانت انطلقت طبعا يعني بصورة غير رسمية في الثمانينات، فيها ثلاث نسخ لعبت في الثمانينات غير معترف بها هذه النسخ الثلاث طبعا في احصائيات الكاف، وبعد ذلك كانت نسخة 91 و93 ايضا لم يعترف بها واصبحت معترف بها منذ نسخة عام 95 اللي كانت اقيمت في مالي واللي توج بلقبها طبعا المنتخب الغاني على حساب المنتخب النيجيري، انجح المنتخبات الافريقيه في كاس العالم للشباب طبعا، لكن انجح المنتخبات الافريقيه في هذه البطوله، غانا بلقبين، نيجيريا بلقبين، مالي بلقبين، وجامبيا بلقبين، بوركينا فاسو لقب، كوت ديفوار لقب، الكاميرون لقب، مصر لقب ايضا، كانت حقاقه اللقب مصر عام 97. بلد العرب الوحيد اللي توج بلقب هذه البطولة هو طبعا مصر، منتخب مصر للناشئين عام 97 توج بلقب هذه البطولة. رامي التماس لدينا طبعا الجزائر، وصيفة نسخة 2009 منتخب الجزائر، تونس المركز الثالث طبعا في 2013، المركز الرابع في 2007، المغرب كانت موجودة في هذه البطولة لكنها جاءت في المركز الأخير في مجموعتها، المجموعة الثانية، المجموعة الثانية طبعا اللي كانت بتضم أيضا المنتخب الأنجولي ومنتخب المنتخب الكاميروني ومنتخب الغيني والمنتخب السنغالي، بينما المجموعة الأولى نيجيريا أنجولا المركز الأول والثاني، أوغندا تنزانيا البلد المستضيف لهذه البطولة جاء في المركز الثالث والرابع في المجموعة الأولى. تسديد أي كلام من جانب لاعب المنتخب الكاميروني لا تنال رضا المدير الفني توماس ليبي، مدير الفني المنتخب الكاميروني كاميرون اللي سحب منها طبعا يعني تنظيم كأس الأمم الإفريقية، وتم إسناد تنظيم هذه البطولة إلى مصر أيام قليلة على بداية طبعا هذه البطولة، 58 يوم بالتمام والكمال متبقيين على بداية طبعا نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بطولة اللي ستشاهدونها فقط حصريا عبر قناة بين سبورتس. كأس الأمم الإفريقية بعد أن أصبحت طبعا يعني بمشاركة 24 منتخب سيتوزعون أو وزعوا على ست مجموعات، تتأهل الأول والثاني مباشرة إلى دور ال 16 من هذه البطولة، وبعد ذلك أفضل أربع توالت من المجموعات الست ليكون لدينا 16 منتخب طبعا في الادوار النهائيه من هذه البطوله. كاس الامم الافريقيه اتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه المشاركه في هذه البطوله. هذه من جديد كره مرت الى خارج الملعب، رامي التماس لمصلحه المنتخب الكاميروني، رامي التماس وعلى تنفيذ رامي التماس ريكي بنجما يلعب على طول رامي التماس لكن مخطوفه باللاعبيه المنتخب الانجولي، والبحث عن المرور في هذه اللقطة، هناك خطأ وركلة حرة، وبالفعل يحتسب حكم المباراة خطأ ركلة حرة لصالح اللاعب الأنجولي زيتو. زيتو لاعب مميز، لاعب منتخب أنجولا، زيتو يحصل على خطأ ركلة حرة، زيتو ركلة حرة لمنتخب أنجولا في وسط ملعب المنتخب الكاميروني. لعبت الكرة على اليسار في يد حارس المرمى مانفريد إكوي، حارس مرمى المنتخب الكاميروني، حارس رقم 16 طبعا مانفريد إكوي، يلعب لفريق بيست ستارز في الكاميرون، عمره 17 عام من مواليد 2002 هذا الحارس، 9 مارس 2002. خط الخلفي كرة وصلت للمنتخب الأنجولي ملعوبة إلى خارج الملعب، رامي التماس مرة أخرى من جديد لمنتخب الكاميرون. هذه تقريبا 12 دقيقة مرت الآن بين أحداث الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة هي التعادل السلبي حتى الآن في هذه المباراة الثانية للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام.
الكرة تبعت إلى خارج الملعب إلى رمي التماس للمنتخب الكاميروني. لعبت رمي التماس بسرعة ومحاولة لكن مخطوفة من دفاعات المنتخب الأنغولي تحت الضغط لمنتخب أنغولا. وهذه الكرة تبعت وتصل مرة أخرى من جديد لصالح منتخب الكاميرون على الجهة اليسرى. حاولت المرور لكن الكرة مخطوفة تعود من جديد لصالح المنتخب الأنغولي. الهجمة والانطلاقة الآن لمنتخب أنغولا لكن دفاع المنتخب الكاميروني أبعد إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. رمي التماس ملعوبة لصالح المنتخب الكاميروني في شد وخطأ. ركلة حرة لمصلحة المنتخب الأنغولي. خطأ لزيتو. زيتو لاعب مميز لاعب المنتخب الأنغولي. زيتو يحصل على خطأ ركلة حرة. زيتو لاعب رقم 10. زيتو لوفومبو يلعب لفريق بريميرو دي أغوستو مواليد 2002 أيضا هذا لاعب زيتو. بينما كابيت اللاعب المميز لاعب رقم 7 هدف البطولة يلعب لفريق مارينيا. هذه حارس المرمى مارفريديكوي حارس مرمى المنتخب الكاميروني. ووصلنا الآن إلى الدقيقة 15 من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول ولا زالت النتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف حتى الآن بين الكاميرون وأنغولا. الشوط الأول الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام. من جديد كرة تبعت من دفاع المنتخب الكاميروني إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. رمي التماس على الجهة اليمنى لهجوم المنتخب الأنغولي على الجهة اليسرى الدفاعية لدفاع المنتخب الكاميروني. هناك خطأ أيضا يحتسب لصالح المنتخب الأنغولي. خطأ على يعني مشارف منطقة الجزاء على الجهة اليمنى ولكنه قريب من خط الملعب. بالقدم اليسرى استعد زيتو الآن للتنفيذ. زيتو يستعد الآن لتنفيذ الركلة الحرة للمنتخب الأنغولي. ركلة حرة في مكان خطير. وهذه مانفريد كوي حارس مرمى المنتخب الكاميروني. وربع ساعة أولى مرة الآن من زمن الوقت الأصلي للمباراة ولا زالت النتيجة التعادل. كرة عالية ملعوبة النيران الصديقة. النيران الصديقة كادت أن تأتي بأول الأهداف في هذه اللحظات الآن. النيران الصديقة لكن تبعد هذه الكرة إلى ركنية. ركنية لصالح المنتخب الكاميروني. حاول الاستعراض فيها مانفريد كوي حارس مرمى المنتخب الكاميروني لكن مرت الكرة منه إلى خارج الملعب إلى ركنية. لعبت على مرتين زيتو مع كابيتا والتسديدة من أهداف البطولة. كابيتا لكن خارج اللامرمى. تسديدة في الشباك الخارجية بين جانب اللاعب كابيتا. كابيتا سدد لكن في الشباك الخارجية. ركلة المرمى ملعوبة لصالح المنتخب الكاميروني. في وسط الملعب الآن ستيف موفوي بمحاولة تأتي من جديد على الجهة اليسرى للمنتخب الكاميروني. هذه التمريرة في الأمام والبحث الآن عن كرة عرضية من الجهة اليسرى الهجومية للمنتخب الكاميروني. وصلت خطيرة لليونيل وامبا تستخلص من ريفالدو كامبوتا قلب دفاع المنتخب الأنغولي. يلعب على طول الكرة خارج الملعب إلى رمي التماس. رمي التماس لصالح المنتخب الكاميروني. رمي التماس له طبعا يعني في هذه البطولة لشوطين إضافيين في الدور نصف النهائي. لو انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي سيتم اللجوء أو بأي نتيجة طبعا كانت للتعادل الإيجابي سيتم اللجوء مباشرة لركلات المعاناة الترجيحية لركلات الترجيح. حاولت مرور تأتي الآن على حدود منطقة الجزاء وخطأ وركلة حرة لصالح المنتخب الكاميروني في مكان خطير. خطأ ركلة حرة المنتخب الكاميروني. هذا الحكم السنغالي يعطي خطأ ركلة حرة لمنتخب الكاميرون بعد تدخل من جانب مدافع المنتخب الأنغولي تحت أنظار المدير الفني توما
توماس ليبا مدير الفريق المنتخب الكاميروني يمني نفسه طبعا بكل تأكيد بهدف أول في هذه اللحظات الآن. بينما الحارس جيوفاني وركلة حرة لمنتخب الكاميرون، ركلة حرة يستعد الآن للتنفيذ. هنشوف لاعب رقم 19 موجود إسماعيل سايدو، وادي جيوفاني حارس مرمى المنتخب الأنغولي. 18 دقيقة مرت الآن من عمر الشوط الأول، ليأتي الهدف الأول في هذه اللحظات الآن في الدقيقة 19 من زمن هذا الشوط. هذه تسديدة عالية مرت بعيدة إلى ركلة مرمى، سدد ستيف موفوي ولكن كرته مرت بعيدة إلى ركلة مرمى. ستيف موفوي لاعب المنتخب الكاميروني لم يستفيد من هذه الركلة الحرة. ستيف كرة ملعوبة في الأمام لصالح المنتخب الأنغولي، مرت إلى خارج الملعب هذه الكرة، رمي التماس لصالح المنتخب الأنغولي، رمي التماس لعبة سريعة من جوزي كابينغانو مدافع الأيسر طبعا للمنتخب الأنغولي. كابينغانو في وسط الملعب خطأ وركلة حرة لصالح منتخب أنغولا، ركلة حرة لمصلحة دومينغوش لاعب مميز أيضا في وسط ملعب المنتخب الأنغولي. دومينغوش خط الخلفي، ريفالدو يلعب كرة عالية في الأمام، ريفالدو تصل مرة أخرى من جديد على الجهة اليمنى، محاولة مرور وفرصة الآن وإعاقة لأخطر لاعب المنتخب الأنغولي زيتو اللي راح على الجهة اليمنى ومر بمهارة بالقدم اليسرى. دي أول إنذار يتحصل عليه اللاعب رقم 15 فابريس سنديزي، يحصل على إنذار الآن فابريس سنديزي، إنذار يشهر في وجه فابريس سنديزي بالطاقة الصفراء للاعب المنتخب الكاميروني بعد هذه الإعاقة طبعا للاعب زيتو. كاميرون بدأت طبعا مشوارها في هذه البطولة بالفوز على غينيا بهدفين مقابل لا شيء، ثم فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف، وتعادلت مع السنغال في اللقاء الأخير في المجموعة بدون أهداف، جمعت 7 نقاط صعدت كأول مجموعتها. بينما منتخب أنغولا طبعا بدأ مشواره في هذه البطولة بتحقيق الفوز على منتخب أوغندا بهدف مقابل لا شيء، ثم تلقى هزيمة أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، وفاز في المباراة الثالثة الأخيرة في المجموعة على منتخب تنزانيا طبعا منتخب البلد المستضيف لهذه البطولة 4-2 وصعد كالثاني. وهذه الكرة ملعوبة في يد حارس المرمى مانفريد إيكوي، يمسك مانفريد إيكوي هذه التسديدة، تسديدة جاءت بالقدم اليسرى من جانب زيتو، لكن يحسن التعامل معها حارس مرمى المنتخب الكاميرون. تأتي المحاولة من جديد لمصلحة منتخب الكاميرون، وهناك خطأ وركلة حرة، ويبدو هناك بطاقة صفراء أخرى ستشر في وجه لاعب المنتخب الكاميروني، لكن اكتفى الحكم السنغالي بالتحذير الشفهي للاعب رقم 10 في تشكيلة المنتخب الكاميروني ستيف موفوي. وادي أمامنا بابلو لاعب رقم 18 ريفالدو كامبوتا، بابلو ريفالدو كامبوتا، محاولة من جديد في وسط الملعب الآن للمنتخب الكاميروني. 22 دقيقة تقريبا مضت الآن من زمن الشوط الأول ولا زالت النتيجة التعادل السلبي. المباراة الأولى طبعا انتهت بالتعادل السلبي، وتم اللجوء لركلات المعاناة الترجيحية اللي ابتسمت في الأخير طبعا للمنتخب الغيني اللي كان وصيف مجموعته منتخب الغيني، يتحصل على البطاقة الأولى طبعا وصعود المباراة النهائية. وادي أجمل المنتخب الكاميروني، محاولة مرور وتسديدة سهلة في يد مانفريد إيكوي، تسديدة سهلة في يد مانفريد إيكوي. نيجيريا كانت المرشح الأول طبعا للتواجد في المباراة النهائية، نيجيريا لكنها أخفقت في ركلات الترجيح أمام المنتخب الغيني.
هذه امامنا محاوله من جديد في الامام، كره طويله. كاس العالم القادمه في البرازيل 2019 لهذه المرحله العمريه، الكاميرون تصعد للمره الثانيه في تاريخها طبعا الى اللعب في النهائيات، نيجيريا تصعد للمره الثانيه عشر بطلة 85 و 93 2007 2013 2015 لكأس العالم. نيجيريا محاولة أنجولية، أنجولا والزور الأول لها في نهائيات كأس العالم لهذه المرحلة العمرية في البرازيل 2019. غينيا تشارك للمرة السادسة، كانت في المركز الرابع طبعا في عام 85، غينيا في كأس العالم للناشئين عام 85 وصلت للمركز الرابع. محاولة من جديد وخطة ركلة حرة. كأس العالم للناشئين في البرازيل طبعا في 2019 فترة من 5 إلى 27 أكتوبر في 2019 أيضا فقط وحصريا عبر قناة بي إن سبورتس هذه البطولة. الإنذار الثاني الآن ينشر في وجه اللاعب الكاميروني باتريس إنجولا. باتريس إنجولا يحصل على إنذار ثاني الآن بعد إنذار أول طبعا أشهر في وجه فابريس انديزي. الآن باتريس انجولانا مدافع، وبالتالي انذارين حتى الآن لاثنين من مدافعي المنتخب الكاميروني، انذارين الآن في رصيد أو في يعني في حوزة اثنين من لاعبي المنتخب الكاميروني بيلعبوا في خط الدفاع. خطأ ركلة حرة. باتريس انجولانا يحصل على انذار الآن باتريس لاعب المنتخب الكاميروني. حتى الان انذارين في رصيد المنتخب الكاميروني ولا انذار في رصيد المنتخب الانجولي. هذه محاوله مرور من جانب لاعب المنتخب الكاميروني مر من بيليديتو، تمريره في الامام على الجهه اليمنى السريعه السيد اليوم، لكن اسرع المدافع وتقطع هذه الكره من دفاعات المنتخب الانجولي بتحرك ياتي على الجهه اليسرى وتدخل قوي، والكره في النهايه مرت الى خارج الملعب الى رمي التماس لصالح المنتخب الانجولي. رمي التماس لمصلحه المنتخب الانجولي. هذه على الصوره لاعب داوود امادو لاعب المنتخب الكاميروني. داوود امادو محاوله مره اخرى من جديد في الامام ملعوبه. تدخل ياتي من جانب افونسو بينجا. عادت الكره مره اخرى من جديد لمصلحه المنتخب الانجولي بمحاوله مرور من الجهه اليسرى، لكن الكره تبعد الى خارج الملعب الى رمي التماس. المدير الفني للمنتخب الكاميروني توماس ليبي، ومحاولة من جديد لصالح المنتخب الأنجولي، مطالبة بخطأ ركلة حرة، والحكم في الأخير يعطي خطأ ركلة حرة لصالح المنتخب الكاميروني. خطأ في وسط الملعب لصالح المنتخب الكاميروني. كاميرون عناصر مميزة أيضا في صفوف المنتخب الكاميروني، يلعب في فرق في الكاميرون عناصر المنتخب الكاميروني. هذه محاولة من جديد لمنتخب الكاميرون في وسط ملعبه. باتريس يلعب كرة بالأمام للمتحرك سايدو اليوم. يا ولد عدى بمهارة سايدو اليوم من واحد والتاني، لكن ضغط عليه لعب رقم 19 جوزي كابينجانو، ارتكب خطأ ركلة حرة. جوزي كابينجانو طبعا مدافع الايسر المنتخب الانجولي، خطا ملعوب لكن مخطوفه الكره من دفاع المنتخب الانجولي، تعود وتقطع من جديد من منتخب الكاميرون بتمريره لستيف. ستيف لاعب مميز يلعب كره بالامام. ستيف طويله طويله سيتركها المدافع ليحصل على ركله مرمى. بالفعل يتركها ريفالدو بابلو ليحصل على ركله مرمى. دكة بدلاء طبعا للمنتخب الكاميروني ومساعدي المدرب توماس ليبا. هاري بابلو، بابلو ريفالدو كامبوتا لاعب المنتخب الانجولي لاعب رقم 18. وهذه امامنا احصائيات
الوقت اللي مر من زمن الشوط الاول في هذه المباراه. استحواذ الكاميرون 57%، استحواذ انجولا 43%، التصويبات 5 لانجولا 4 للكاميرون. تصويبتين من الخمس تصويبات لانجولا ما بين القائمين والعرضه، تصويبه واحده فقط للمنتخب الكاميروني بين الاربع تصويبات ما بين القائمين والعرضه. كره تبعد الى خارج الملعب الى ربي تباس، هذا اللاعب رقم 19 قائد المنتخب الانجولي. خطا ركله حره، جوزيه كافينجانو طبعا ده الشهير بجي جي، تحذير من حكم المباراه لستيف لاعب المنتخب الكاميروني لاعب رقم 10 ستيف ريجيس موفوي، يلعب في فريق ازوري ستار دي ياوندي. هذا لاعب من مواليد 2002، مواليد فبراير 2002. هذا لاعب كره عاليه في الامام، مرت وصلت على الجهه اليسرى، محاوله مرور الان من جانب اللاعب المنتخب الانجولي، يحصل على خطا ركله حره. كابيتا، كابيتا لاعب مهاري، لاعب مميز جدا، هداف البطوله حتى الان هذا اللاعب اوزفالدو كامبيمبا الشهير بكابيتا. لاعب مارينيا داجيرا ديلواندا، مارينيا داجيرا ديلواندا. وادي امامنا بيدرو جونزالفيش المدير الفني البرتغالي للمنتخب الانجولي. ونلعب في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف ما بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الأنجولي. الدور نصف النهائي لهذه البطولة، بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام. ركلة حرة هيلعبها بالقدم اليمنى لاعب المنتخب الأنجولي. ولا زلنا في انتظار الهدف الأول في هذه المباراة، هل يأتي الهدف الأول من خلال هذه الركلة الحرة؟ ركلة حرة من الجهة اليسرى تتلعب بالقدم اليمنى إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الكاميروني. ملعوبة على القائم القريب، تبعد بسهولة من مدافع المنتخب الكاميروني، والكرة وصلت سهلة إلى حارس المرمى مانفريد إيكوي. يلعب كرة طويلة في الأمام، نصف الساعة أولى مرت الآن من عمر اللقاء، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين منتخبي الكاميرون وانجولا. الدور نصف نهائي لبطوله امم افريقيا للناشئين تحت 17 عام، نسخه رقم 13 من هذه البطوله، عامل لقب هذه البطوله بالنسخه الماضيه اللي كانت اقيمت في الجابون. المنتخب المالي كان توج باللقب بعد الفوز في النهائي على منتخب غانا بهدف مقابل لا شيء، بينما جاء في المركز الثالث طبعا منتخب غينيا. منتخب غينيا الطرف الاول في المباراه النهائيه لهذه النسخه، منتخب النيجر كان في المركز الرابع في النسخة الماضية. خطأ ركلة حرة، النسخة الماضية لم يتأهل لها طبعا المنتخب النيجيري، صاحب أفضل إنجاز في تاريخ كأس العالم لهذه البطولة. هذه خطأ ركلة حرة للمنتخب الكاميروني، منتخب الكاميروني يتحصل على خطأ ركلة حرة. منتخب الكاميرون لقب وحيد توج به في 2003، جاء في المركز الرابع في 2000 عام 1999 في افضل انجازات المنتخب الكاميروني، طبعا لقب وحيد ومركز رابع وحيد. الظهور الثالث لهذا المنتخب في الدور نصف النهائي من هذه البطوله، للثالث مره طبعا يظهر في الدور نصف النهائي لهذه البطوله، بينما للمره الاولى تظهر انجولا في الدور نصف النهائي لهذه البطوله مع المدرب البرتغالي بيدرو جونسالفيش. ركلة حرة لصالح المنتخب الكاميروني، الكاميرون ومحاولة افتتاح التسجيل الآن في هذه اللحظات. الكاميرون والكرة العالية ملعوبة، مرت ممكن تسديدة مباشرة، مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مشاركة السبعة للكاميرون طبعا في تاريخ هذه البطولة، في تاريخ نهائيات هذه البطولة كأس أمم إفريقيا الناشئين تحت 17 عام، سابع مشاركة للكاميرون، بينما انجولا مشاركة الرابعة لمنتخب انجولا في هذه البطولة. اوزفالدو كامبيمبا الشهير طبعا بكابيتا وبطاقة صفراء لهداف هذه البطولة كابيتا. ركلة المرمى ملعوبة عالية، ارتدت عدت مرة أخرى من جديد لمصلحة المنتخب الانجولي. رابي تباس لمنتخب انجولا، هذه على الصورة لاعب اسماعيل السايدو لاعب المنتخب الكاميروني، لاعب رقم 19 يلعب في فريق
اي اس انترناشونال اكاديمي سبورت. مواليد مايو طبعا 2002 هذا اللاعب. ضربه راس ومحاوله من جانب المنتخب الكاميروني مستمره على الجهه اليمنى. تمريره لباتريس، تدخل قوي وخطا وركله حره، وربما ياتي انذار الان للاعب رقم اربعه لانجولي لاعب دومينغوش. تحذير شديد اللهجه من جانب حكم المباراه اللي اكتفى طبعا يعني بالتحذير الشفوي. بالفعل كان يستحق بطاقه صفراء لاعب المنتخب الانجولي دومينغوش لاعب رقم اربعه. وادي تشيجي جوزيكا بينجانو الشهير طبعا بتشيجي لاعب رقم 19، بينما دومينغوش هو التحذير كان لدومينغوش. دومينغوش اندرادي لاعب فريق انتر كلوب دي انجولا. دومينغوش اندرادي من الاساسيين في هذه البطوله. لاعب دومينغوش ركله حره كاميرونيه اتلعبت عاليه، مره تبعد تعود بتسديده قويه، لمست ايد المدافع عملاق، مرت الى ركنيه، اعطاها ركنيه الحكم السنغالي، حكم السنغالي اعطاها ركنيه، لم يشير بوجود ركله جزاء في هذه اللقطه، حكم الببره. هذه الاعاده من جديد، مرت بالفعل بعد ما لمست المدافع الى ركنيه، ركنيه الان كاميرونيه. عيسى الساي السنغالي حكم من مواليد طبعا يعني عيسى الساي بن مريد عام 79. هذه خطا وركله حره، اما كره مرت الى ركله مرمى، ركله مرمى. مدير الفني المنتخب الكاميروني توماس ليبي، وركله مرمى للمنتخب الانجولي. 35 دقيقه الان تقريبا من عمر الشوط الاول، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي حتى الآن بين منتخب الكاميرون وأنغولا. المباراة الثانية طبعا للدور نصف نهائي هذه البطولة. محاولة مرور تأتي الآن على الجهة اليمنى، لكن كرة تبعد إلى خارج الملعب. جي جي مدافع الأيسر للمنتخب الكاميروني يرتكب خطأ ركلة حرة. جي جي تعود الكرة لصالح منتخب أنغولا، وخطأ ركلة حرة للمنتخب الأنغولي. 35 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول، 10 دقائق أخيرة متبقية من زمن الوقت الأصلي لهذا الشوط. الحذر واضح على كلا المنتخبين وعلى كلا المدربين وعلى لاعبي كلا المنتخبين. حلم الوصول طبعا للمباراة النهائية. كاميرون مانفريد ويكوي لديه بطاقة صفراء، يعني أي إنذار لمانفريد ويكوي سيغيب عن المباراة النهائية لو صعد منتخب الكاميرون للمباراة النهائية، أو سيغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث. داوود ليه إنذار أيضا في هذه البطولة. فابريس أيضا ليه إنذار، فابريس وباتريس أيضا لديه إنذار، وبالتالي باتريس سيغيب عن المباراة القادمة. حصل على إنذار باتريس في هذه المباراة، أيضا فابريس حصل على إنذار في هذه المباراة، وبالتالي سيغيب عن المباراة القادمة. استمر التعادل السلبي حتى الآن، وهذه الانطلاقة تأتي من جانب كابيتا، لكن تغطية دفاعية حاضرة من جانب مدافع المنتخب الكاميروني، وهناك خطأ ركلة حرة. عيسى الساي حكم هذه المباراة يعطي خطأ ركلة حرة مع المساعد الأول طبعا يوسف المصاطي، مساعد مميز، مساعد صاعد واعد يوسف البساطي. كرة ملعوبة مرت عدت إلى خارج الملعب، لم تمر الكرة طبعا بكامل محيطها، مرت الآن إلى خارج الملعب إلى ربي التماس بعد إبعاد من مدافع المنتخب الكاميروني. ربي التماس لمنتخب الكاميرون لأبعادها طبعا مدافع المنتخب الأنجولي. كرة مخطوفة من جانب المنتخب الانجولي، بحث عن الهجوم المرتد الان، وهذه التمريره والانطلاقه السريعه. لو مر لو عدى كان انفرد طبعا لاعب المنتخب الانجولي لاعب كابيتا، لكن ينجح مدافع المنتخب الكاميروني في خطف هذه الكره من امامه. عادت المحاوله مره اخرى من جديد لمنتخب انجولا عن طريق دومينغوش، يلعب كره عاليه في الامام، محاوله ابعاد من جانب
مدافع منتخب الكاميرون بيحصل على خطأ، ركلة حرة. مدافع منتخب الكاميرون يحصل على خطأ، ركلة حرة. زي طبعا فابريس اللي حصل على انذار سيغيب عن المباراة القادمة بعد حصوله على انذار في هذه المباراة. هذه محاولة مرور من جانب المنتخب الأنغولي، والتسديدة سهلة سهلة في يد مانفريد إيكوي. تسديدة مرور جيد، لكن التسديدة كانت ضعيفة من جانب اللاعب المميز زيتو. أيضا زيتو أكابيتا، اثنين اللي بيصنع خطورة على دفاع وحارس مرمى المنتخب الكاميروني. هذه هجمة للمنتخب الكاميروني فيها خطأ، فيها ركلة حرة لصالح المنتخب الكاميروني. ركلة حرة لصالح اللاعب سايدو اليوم. سايدو اليوم خطأ في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء على الجهة اليسرى. عيسى ساي وتعليمات للاعب المنتخب الكاميروني، ويأتي ستيف موفوي لتنفيذ هذه الركلة الحرة. هيلعبها بالقدم اليوم، القدم اليمنى افضل. وادي الفونسو مدافع المنتخب الكاميروني وحائط من اثنين من اللاعبين لمنتخب انغولا. زيتو مع الفونسو حائط ثنائي في هذه الركله الحره المحتسبه طبعا لمنتخب الكاميرون. هي الـ40 من زمن الشوط الاول، ولا زلنا نبحث عن اول اهداف هذه المباراه. بالقدم اليمنى استعد الان ستيف موفوي لتنفيذ هذه الركله الحره. دفاع المنتخب الانغولي هو دفاع منطقه، ليس دفاع رجل لرجل. امامنا تعليمات من حكم المباراه السنغالي عيسى الساي، والركله الحره ستنفذ الان بالقدم اليمنى. اتلعبت عاليه خطيره مرت الى خارج الملعب الى ركله مرمى. ركله مرمى للمنتخب الانغولي. كادت هذه الراسيه من سايدو اليوم ان تاتي بالهدف الاول. حكم المباراه ماذا اعطى؟ هل اعطى ركنيه؟ هل لمست احد المدافعين هذه الكره؟ ركنيه بالفعل لصالح المنتخب الكاميروني. ركنيه شوف هتتلعب طبعا القدم اليمنى من جانب اللاعب اسماعيل السايدو. اسماعيل يستعد الان للتنفيذ. اسماعيل والرقابة ايضا رقابة منطقة من جانب لاعبي المنتخب الانغولي. كرة مرت بتسديدة قوية لكن ترتد من تيلسون تومي، والحكم يقول لا شيء. كان هناك مطالبة بركلة جزاء من جانب لاعبي المنتخب الكاميروني. الخمس دقائق الاخيرة المتبقية من زمن الوقت الاصلي للشوط الاول، والضغط ياتي من جانب المنتخب الكاميروني، والكرة مرت في الاخير الى ركلة مرمى. هذه الاعادة للتسديدة الماضية. لا، لم تلمس يد المدافع تيلسون تومي. احتجاجات من جانب المدير الفني والمساعدين، وعيسى الصاي طبعا الاقرب والاقدر لتحديد هذه اللعبه، حكم هذه المباراه السنغالي عيسى الصاي. هذه كره ملعوبه عاليه في الامام، ضربه راس ومحاوله من جديد وضغط واستخلاص لهذه الكره من جانب لاعبي المنتخب الانغولي. محاوله مرور في وسط الملعب الان، وتمريره وصلت إلى داوود أمادو. فيها خطأ، ركلة حرة على داوود أمادو لاعب المنتخب الكاميروني. خطأ للاعب دومينغوش لاعب المنتخب الأنغولي. دومينغوش يلعب على طول كرة في الأمام طويلة، وصلت إلى حارس المرمى مانفريد إيكوي. مانفريد إيكوي يلعب على طول كرة طويلة في الأمام، تقطع من جانب لاعب المنتخب الكاميروني، لكن مرت كرته إلى خارج الملعب إلى رامي التماس. رامي التماس هذه اللاعب ليونيل وامبا لاعب المنتخب الكاميروني. رامي التماس وصافرة من حكم المباراة، وعاد التنفيذ رامي التماس من جديد للاعب المنتخب الانغولي. لاعب الفونسو بينجا يلعب كرة في الامام. الفونسو بينجا تبعد مرة اخرى من جديد من لاعب المنتخب الكاميروني الى خارج الملعب الى رمي التماس جديدة، ولكن في وسط ملعب المنتخب الكاميروني لصالح المنتخب الانغولي. تماس لبينجا يلعب كرة في الامام، تغطية حاضرة، وكرة مرت الى خارج الملعب الى ركلة مرمى. هذه طبعا بيدرو كونسالفيش طالب بخطأ، وبالفعل حكم المباراة اعطى خطأ.
هل كان هناك اعتداء بدون كرة؟ كان هناك اعتداء بدون كرة من جانب مدافع المنتخب الكاميروني الذي بطاقة صفراء فابريس انديزي القائد طبعا يعني كان يرجو حكم المباراة في هذه اللقطة بعدم انشار بطاقة صفراء أخرى لو وبالفعل كان يستحق بطاقة صفراء على هذا التدخل كان يستحق إنذار ثاني بعد هذا التدخل بيدرو جونسالفيش الحكم المدرب البرتغالي والحكم السنغالي حتى الآن لا زال يعني لم يستأنف اللعب بعد نزول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب الأنجوري يخرج الآن خارج خطوط الملعب اللاعب رقم 14 الأنجوري دافيد إنزانزا يتلقى العلاج خارج خطوط الملعب زيتو يستعد الآن لتنفيذ الركلة الحرة الأنجولية زيتو هل يأتي بالهدف الأول زيتو زيتو باليسرى يستعد الآن للتسديد زيتو زيتو يلعب على طول كرة في المرمى مرت وعدت إلى ركنية لمسها حارس المرمى أم لا لم يلمسها مانفريد إكوي 44 دقيقة مرت الآن من زمن الشوط الأول في هذه المباراة ونلعب في الدقيقة الأخيرة ولا تزال النتيجة التعادل السلبي حتى الآن في هذه المباراة بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الأنجولي نصف النهائي الثاني لبطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام بطولة المقامة حاليا في دار السلام العاصمة التنزانية تنزانيا وصعود سيمبا طبعا للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا رغم خروجه أمام فريق تيبي مازيمبي إلا أنه صنع إنجاز بالتواجد للمرة الأولى في تاريخ أندية تنزانيا طبعا في مثل هذه الأدوار في هذه البطولة الأقوى على مستوى الأندية الإفريقية صعود المنتخب التنزاني طبعا للمرة الثانية في تاريخه لنهائيات كأس الأمم على يد المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي كرة من جديد بتسديدة مرت عالية تسديدة مبغتة تسديدة مفاجأة مرت إلى ركلة مرمى للمنتخب الأنجولي دقيقة واحدة فقط محتسبة كوقت محتسب بدل من ضائع في عمر الشوط الأول في هذه المباراة بناء على قرار من عيسى الساي الحكم السنغالي بدأنا بالفعل الآن اللعب في أحداث هذه الدقيقة المضافة إلى وقت الشوط الأول من هذه المباراة وهناك ركلة مرمى للمنتخب الأنجولي يلعبها الحارس جوفاني كارفاليو في وسط ملعب المنتخب الكاميروني محاولة مرور الآن على الجهة اليسرى الهجومية للمنتخب الأنجولي كرة مرت إلى خارج الملعب فيها رمي التماس لتشيجي يلعبها في الأمام تشيجي حاولت مرور من جانب اللاعب دافيد يعود بتمريرة لدومينغوش غير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى استلام جيد من جانب لاعب المنتخب الأنجولي والتمريرة الفونسو محاولة مرور من جانب الفونسو يا ولد عدى مر يلعب كرة عرضية الفونسو كان هناك مطالبة بخطأ وحكم المباراة في هذه اللحظة يعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول في مباراة الدور نصف النهائي الثاني طبعا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام ينتهي هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان بالتعادل السلبي بين منتخبا الكاميرون وأنجول مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان استراحة قصيرة نعود بعدها نلتقي في التعليق على أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة
مرة أخرى سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي متابعي قناة بين سبورتس في كل مكان، نعود بحضرتكم إلى الملعب الوطني في دار السلام والشوط الثاني من المباراة الثانية للدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عام. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين منتخبي الكاميرون وأنغولا، والشوط الثاني يبدأ لمبة صافرة تأتي من حكم المباراة السنغالي عيسى ساي. وفي الشوط الثاني المنتخب الكاميروني سيلعب على اليمين بتشكيلة تضم مانفريد إكوي، باتريس إنجولانا، فابريس إنزي، بيري بنجامان، واريكي إنجاتشو، وإسماعيل سيدو، وداود أمادو، وجيل ديوبينجي، وستيف موفوي، وسايدو اليوم، وليونيل وامبا. بينما يلعب المنتخب الأنغولي على اليسار في الشوط الثاني من هذه المباراة بجيوفاني كارفاليو والفونسو بينجا، ريفالدو كامبوتا، وتيلسون تومي، وجوزي كامينغانو، الشهير بجيجي ريفالدو كامبوتا طبعا الشهير ببابلو، بروفيريو في الوسط مع بينيديتو مع دومينغوش، وزيتو في الامام مع دافيد مع كابيتا. هذه محاوله تاتي الان لصالح المنتخب الانغولي، ضربه راس وابعاد وكرات مشتركه في وسط الملعب. الحذر طبعا كان هو السمه المميزه لكلا المنتخبين في الشوط الاول، هل يستمر هذا الحذر في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني لو انتهى بهذه النتيجة أو بأي نتيجة طبعا للتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات المعاناة الترجيحية اللي لجأ إليها طبعا منتخبي نيجيريا وغينيا في مباراة الدور نصف النهائي الأولى، واللي انتهت في النهاية لصالح المنتخب الغيني بعشر ركلات ترجيح مقابل 9 ركلات ترجيح للمنتخب النيجيري. هذه كرة ملعوبة إلى خارج الملعب. المدرب البرتغالي بيدرو غونسالفيش مع المنتخب الأنغولي يصنع تاريخ لهذا المنتخب ويقودهم للظهور الأول ليهم في نهايات كأس العالم لهذه المرحلة العمرية. الشوط الأول كان فيه إنذارين للاعبي المنتخب الكاميروني، والشوط الثاني يبدأ لم بإنذار سريع وطرد للاعب المنتخب الكاميروني اللاعب رقم 15 فابريس انديزيكا الذي انذار في الشوط الاول. قائد المنتخب الكاميروني يرفض الان هذا الانذار باحتجاجه بهذه الطريقه على حكم المباراه، وبالتالي المنتخب الكاميروني سيكون في نقص عددي الان ويطرد فابريس انديزي من هذه المباراه. طرد الان للاعب الكاميروني، طرد للاعب الكاميروني، وبالتالي فرصة للمنتخب الأنغولي لخطف البطاقة، بطاقة الصعود. طبعا متأثر لاعب المنتخب الكاميروني بهذا الطرد، فابريس كان ليه تدخل قوي أيضا في الشوط الأول، ونفس الأمر بالنسبة للاعب باتريس إنجولانا طبعا بعد حصوله على إنذار كان ليه تدخل قوي. وبالتالي أمامنا يعني حتى لو صعد المنتخب الكاميروني لن يلعب المباراة النهائية. زملائه طبعا بيحاولوا يواسوا زملائه، وبالتالي امامنا متاثر لاعب المنتخب الكاميروني يخرج الان خارج خطوط الملعب بعد دقائق اولى من عمر الشوط الثاني. حاله طرد تاتي الان في هذه المباراه للاعب المنتخب الكاميروني فابريس انديزا. نشوف العاده، لم نشاهد حتى الان العاده للعبة اللي حصل فيها على الانذار الثاني. ياتي طبعا مساعد او المدرب لمحاوله اخراج لاعبه واقناعه طبعا يعني بالامتثال لقرار الحكم السنغالي اللي اعطى له الانذار الثاني وطرده، وبالتالي او ده لمساعد المدرب. ده المدرب امامنا توماس، وادي الكره ملعوبه مرت الى خارج الملعب، كره لعبت سريعه في غفله طبعا من مخرج المباراة هناك في تنزانيا. لعبت الكرة السريعة مرت رأسية أعلى المرمى، كانت خطيرة هذه الكرة للمنتخب الأنغولي إلى حارس المرمى جيوفاني كارفاليو حارس مرمى المنتخب الأنغولي. الفرصة الآن للمنتخب الأنغولي لخطف بطاقة الصعود. يلعب امام منتخب منقوص من احد لاعبيه، لكن ربما تكون هذه هذا النقص العددي دافع للاعبي المنتخب الكاميروني في خطا وركله حره، فيكون هذا حافز يعني للاعبي المنتخب الكاميروني.
أنجولا من أجل اللقب الأول في هذه البطولة. أنجولا المدرب المميز بيدرو غونسالفيش مدرب البرتغالي يصنع التاريخ في دار السلام للمنتخب الأنجولي. بيدرو غونسالفيش تحدث بكثير من الاحترام عن المنتخب الكاميروني. المدرب البرتغالي ثاني محاولة من جديد لصالح المنتخب الأنجولي، لكن كرة مرت إلى خارج الملعب. رامي التماس كاميرونية، رامي التماس ملعوبة، عادت مرة أخرى من جديد لمنتخب الكاميرون. ربما الطرد يكون دافع وحافز للاعبي المنتخب الكاميروني من أجل يعني بذل الكثير من الجهد من أجل المرور إلى المباراة النهائية. حاولت مرور على الجهة اليمنى، لكن كرة تبعد إلى خارج الملعب إلى ركنية من جيجي مدافع المنتخب الأنجولي، مدافع الأيسر المنتخب الأنجولي جيجي. أبعد الكرة إلى خارج الملعب. 6 دقائق الآن مرت من زمن الشوط الثاني في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بين كلا المنتخبين. مباراة الدور نصف النهائي الأول أيضا انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وعلى تنفيذ الركنية باتريس انجولانا يلعب كرة عالية بالقدم اليوم المدافع الأيمن المنتخب الكاميروني، تعود على حدود منطقة الجزاء بتصويبة ترتد من لاعب المنتخب الأنجولي إلى خارج الملعب إلى رامي التماس. رامي التماس كاميرونية. بدأنا نشاهد ضغط كاميروني الآن بالرغم من النقص العددي للمنتخب الكاميروني. محاولة عادت إلى مانفريد إيكوي حارس مرمى منتخب الكاميرون للناشئين تحت 17 عام. مانفريد إيكوي من جديد، مانفريد يلعب كرة طويلة في الأمام. مانفريد رامي التماس، وهناك إعادة لتنفيذ رامي التماس في كورتين في أرضية ملعب المباراة، كورتين على أرضية ملعب المباراة، وبالتالي يعيد حكم المباراة تنفيذ رامي التماس من جديد للمنتخب الأنجولي. كرة مرت وصلت إلى رامي التماس كاميرونية. ضغط عالي الآن من جانب لاعبي المنتخب الكاميروني، من جانب لاعبي المنتخب الأنجولي، ومحاولة مرور على الجهة اليمنى من زيتو، وخطأ ركلة حرة لصالح المنتخب الكاميروني. ركلة حرة لمنتخب الكاميرون. بالطاقة الحمراء ربما يعني تغير في سيناريو الشوط الثاني. البطاقة الحمراء اللي حصل عليها لاعب المنتخب الكاميروني فابريس سينديزي بعد مرور 3 دقائق. ادي الفونسو مدافع المنتخب الانجولي، وادي اللاعب رقم 19 لاعب المنتخب الكاميروني اسماعيل سايدو. وركلة حرة كاميرونية، ركلة حرة لمنتخب الكاميرون. هل يسجل من خلال المنتخب الكاميروني في ظل النقص العددي اللي بيلعب بيه الان؟ كرة عالية مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح المنتخب الأنجولي. أيا كانت النتيجة طبعا يستحق التحية هذا المنتخب الأنجولي، لأنه بيصنع التاريخ في دار السلام بهذا المنتخب تحت 17 عام، والظهور الأول ليهم طبعا سيكون في كأس العالم القادمة في البرازيل 2019 في شهر اكتوبر القادم. اول مره انجولا في كاس العالم للناشئين تحت 17 عام. هذه كره تبعت من دفاع المنتخب الكاميروني، تصل مره اخرى من جديد في وسط الملعب الان بمحاوله تمرير في الامام، وانطلاقه تاتي من جانب اللاعب اليوم سايدو. سايدو اليوم وخطا لم يحتسب، كان هناك طلبة بخطأ لكن حكم المباراة مش اللعبة لصالح المنتخب الأنجولي. طويلة في الأمام تأتي هذه التمريرة، صفرة وخطأ ركلة حرة. تبديل قادم الآن في هذه الأثناء. إيسونو يستعد الآن للنزول. إيسونو تبديل لمصلحة المنتخب الكاميروني. بيخرج رقم 19 اسماعيل سايدو.
وبينزل بدلا منه مدافع طبعا لاعب رقم 13 لينزل الان في تشكيلة المنتخب الكاميروني. هذه محاولة من جديد في الامام، مرت الكرة الى خارج الملعب الى ركلة مرمى. رقية طبعا التنزانية هي الحكم الرابع في هذه المباراة، جونيزيا رقية كاباكاما تنزانية حكم رابعة في مباراة اليوم. طبعا السيدة جونيزيا رقية التنزانية، محاولة من جديد المنتخب الأنغولي، محاولة مرور من جانب اللاعب زيتو. زيتو مهاري مهاري لعب أشول مميز زيتو، ربي التماس لصالح منتخب أنغولا، رمية التماس اللاعب رقم 4 طبعا أمادو داوودا لاعب منتخب الكاميرون. كرة تقطع تعود من جديد في الخط الخلفي إلى حارس المرمى جوفاني كارفاليو، حارس مرمى المنتخب الأنغولي جوفاني كارفاليو على الجهة اليمنى. تمريرة تأتي الآن لصالح منتخب أنغولا، استلام من جانب اللاعب ألفونسو فينجا لاعب رقم 15، نزول طبعا لإيسونو لاعب سيفيرينزي إيسونو لاعب رقم 13 في تشكيلة منتخب الكاميرون. تبديل بكل تأكيد بسبب الطرد اللي تعرض ليه لاعب فابريس انديزي، يدفع المدير الفني توماس ليبا طبعا بقلب دفاع بعد ما طرد قلب دفاعه، وياتي التبديل على حساب لاعب وسط طبعا هو اسماعيل السيد لاعب وسط مهاجم. ده اللاعب رقم 4 امادو داوودا لاعب الارتكاز في وسط ملعب منتخب الكاميرون. وعرقلة وخطا ركلة حرة لكابيتا هداف البطولة، هذا اللاعب كابيتا بثلاث اهداف، كابيتا وزيتو وركلة حرة للمنتخب الانغولي، ركلة حرة. حارس مارفريديكوي حارس مرمى المنتخب الكاميروني، كرة تبعت من دفاع المنتخب الكاميروني من داخل منطقة الجزاء، تعود مرة أخرى من جديد الهجمة لصالح المنتخب الأنغولي على الجهة اليمنى. زيتو غير متسلل، زيتو المهاري عدى زيتو، وكرة مرت إلى ركلة مرمى أم ركنية، ركلة مرمى أم ركنية، ركلة مرمى. يحتج زيتو، زيتو واحد من أفضل اللاعبين في هذه البطولة، زيتو ركلة مرمى ملعوبة عالية في الأمام، فاصل سهلة لدفاع المنتخب الأنغولي. فيلسون تومي تمريرة على الجهة اليسرى، حاولت استلام من جانب اللاعب كابيتا، كابيتا قفز بكورته، لم تمر هذه الكرة إلى خارج الملعب لكن خطفها منه المدافع الأيمن للمنتخب الكاميروني باتريس انجولانا لاعب رقم 18 لديه انذار هذا اللاعب باتريس. ثاني محاولة من جديد وكرة مخطوفة، وهناك خطأ وركلة حرة، خطأ وركلة حرة لصالح المنتخب الكاميروني. أول مرة تنزانيا طبعا تنظم هذه البطولة، بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عام. محاولة مرة أخرى من جديد وكرة بالعرض ملعوبة، النيران الصديقة كادت أن تأتي بهدف أول في هذه المباراة، النيران الصديقة، لكن كرة اللاعب ريفالدو كامبوتا مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب الكاميروني. كاد أن يفعلها كامبوتا ويسجل في شباك المنتخب الأنغولي، لكن لحسن حظه ولحسن حظ الحارس طبعا جوفاني مرت الكرة إلى ركنية للمنتخب الكاميروني. كامبوتا يأتي لتنفيذ الركنية الكاميرونية، لاعب داوودا، داوودا أمادو يستعد الآن لتنفيذ الركنية، داوودا لاعب المنتخب الكاميروني، داوودا لاعب فريق أويلي اف سي في الكاميرون مواليد 2002، هذا لاعب مواليد 2 أكتوبر 2002، يلعب كرة عالية ترتد تبعد من دفاع المنتخب الأنغولي من داخل منطقة جزاؤه.
تعود من جديد الأجمل المنتخب الكاميروني. لا نشعر بأنه منتخب الكاميرون يلعب بنقص عددي بعد طرد اللاعب فابريس إنزي اللي تعرض طبعا للطرد مبكرا بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاقة شوط المباراة الثاني، حصل على الإنذار الثاني وبالتالي طرد من هذه المباراة بقرار من حكم المباراة السنغالي عيسى سالي. رامي التماس لجي جي، يلعب رامي التماس في الأمام جي جي المدافع الأيسر للمنتخب الأنغولي. كرة تقطع تعود من جديد و تمر إلى خارج الملعب، هذه الكرة إلى رامي التماس للمنتخب الكاميروني. عادت من جديد أنغولية، حذر لا يزال يعني هو السمة السائدة على أداء كلا المنتخبين بالرغم من حالة النقص اللي بيلعب بها المنتخب الكاميروني. وبعد مرور ساعة من اللعب الآن في هذه المباراة لا تزال النتيجة التعادل السلبي بين منتخب الكاميرون ومنتخب أنغولا. المباراة الثانية للدور نصف نهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عام. كرة مرت إلى خارج الملعب، رامي التماس في وسط ملعب المنتخب الأنغولي، لاعب رقم 18 باتريس، وادي طبعا الهادئ بيدرو جونسالفيش المدرب البرتغالي. بيدرو جونسالفيش هجمة الآن للمنتخب الأنغولي لكن كرة مخطوفة من دفاع المنتخب الكاميروني، تعود وتقطع هذه الكرة وهناك راية وخطأ ركلة حرة. ركلة حرة في سقوط على أرضية ملعب المباراة لاعب منتخب أنغولا. شوف هناك تبديل قادم أم ماذا من جانب طبعا المدير الفني المنتخب الأنغولي بيدرو جونسالفيش، هل يجري تبديل؟ لا، بيدرو جونسالفيش بعد إصابة جي جي المدافع الأيسر مدرب المنتخب الكاميروني أمامنا في هذه اللحظات. هذا اللاعب رقم 16 بيريليتو لاعب المنتخب الأنغولي. وباتريس الذي انذار، باتريس انذار ثاني يطرد من هذه المباراة. ركلة حرة تلاعبت في الأمام لصالح منتخب أنغولا. ضغط قوي وهناك خطأ وركلة حرة لصالح المنتخب الأنغولي. كرة ملعوبة في الخط الخلفي لمنتخب أنغولا، تقطع هذه الكرة إلى خارج الملعب. رامي التماس، لاعب رامي التماس في الأمام ومحاولة من جانب بيريديتو. دافيد إنزانزا، دافيد ياخذ ركنية، دافيد المساعد الأول طبعا يوسف البساطي يعطي ركنية لمصلحة المنتخب الأنغولي. ركلة ركنية وعلى التنفيذ زيتو. زيتو على القائم القريب، مرت هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى نفذت ركلة المرمى السريعة طبعا لصالح المنتخب الكاميروني. مرة أخرى على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة في الأمام وخروج من حارس المرمى جوفاني كارفاليو، يطلع ويمسك من أمام لاعب المنتخب الكاميروني. هذه وصلنا إلى الدقيقة 65 في عمر هذه المباراة ولا يزال التعادل السلبي مسيطر على أجواء اللقاء. خارج الملعب رامي التماس، كرة ملعوبة مرت إلى خارج الملعب من جديد، رامي التماس لصالح المنتخب الأنغولي. خطير زيتو
زيتو وأكابيتا أفضل يعني اثنين لاعبين في تشكيلة المنتخب الأنغولي. تاري محاولة من جديد في الأمام، وراتوب عاد بضربة رأس تعود مرة أخرى من جديد، فرنسية موجودة وكرة مخطوفة من جانب المنتخب الكاميروني. تاريخه طبعا أفضل بكثير من تاريخ المنتخب الأنغولي في هذه البطولة، بالمشاركة الرابعة طبعا المنتخب أنغولا في تاريخ هذه البطولة، بينما المنتخب الكاميروني يعني نتائجه ومشاركاته أفضل بكثير من المنتخبين. مشاركة السابعة طبعا المنتخب الكاميروني اللي فاز بلقب هذه البطولة في 2003، حقق المركز الرابع في نسخة 99، خرج من دور المجموعات في نسخة 2001 و2009. خط الخلفي، كرة لصالح المنتخب الأنغولي بعد الطرد، هدأت وتيرت اللقاء تماما. كان هناك محاولات ولكن طبعا يعني بعد حالة الطرد هدأت هذه المحاولات. خطة ركلة حرة بعد تدخل من جانب زيتو لاعب المنتخب، او من جانب اللاعب الفونسو بينجا لاعب المنتخب الانغولي، مع اللاعب رقم 4 طبعا لاعب المنتخب الكاميروني داوودا امادو. محاولة وكرة طويلة بالامام لصالح المنتخب الانغولي الى خارج الملعب، رمي التماس. ملعوبة وهناك خطأ وركلة حرة لصالح المنتخب الأنغولي. في الأمام على الجهة اليمنى إلى خارج الملعب، رمي التماس لمنتخب أنغولا. محاولة مرور داخل منطقة الجزاء، كرة مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية أم ركلة مرمى؟ ركلة مرمى. قرار أخير من حكم المباراة عيسى الساي بأعطاء ركلة مرمى لصالح المنتخب الكاميروني. لعبة سريعة، ركلة المرمى، وصلت الكرة الآن في الأمام على الجهة اليمنى في وسط ملعب المنتخب الأنغولي. تستخلص هذه الكرة من مدافعي المنتخب الكاميروني، تعود الهجمة السريعة الآن. زيتو على الجهة اليمنى، خطير بالقدم اليسرى، زيتو مر عدى، يلعب كرة سهلة في إيد مانفريديكو، سهلة في إيد مانفريديكو. كرة عرضية كانت أفضل من جانب زيتو لكنه اختار التسديد وسدد بالقدم اليمنى، القدم اللي هي ليست القدم الأفضل ليه للتسديد، وراحت الكرة سهلة لمانفريديكو، وضاعت أخطر فرصة في المباراة للمنتخب الأنغولي. في فرصة ضربة الرأس اللي كانت يعني أثناء الإعادة للعبة، ولم نشاهدها إلا في الإعادة، وكانت خطيرة لكن دي أخطر طبعا. هذه الإعادة من جديد، سهلة في يد مانفريديكوي، هذه زيتو، ركلة حرة لصالح المنتخب الأنغولي. نعود من جديد لصالح منتخب الكاميرون. سايدو اليوم محاولة مرة أخرى من جديد لمنتخب الكاميرون. لا، انا اشعر انه في نقص عددي طبعا في صفوف لاعبي المنتخب الكاميروني بعد حاله الطرد اللي تعرض لها فابريس انديزي داخل منطقه الجزاء. كره تبعد من دفاع المنتخب الانغولي، نلعب في الدقيقه 70 من عمر اللقاء ولم يستغل المنتخب الانغولي
النقص العدد اللي بيلعب بيه المنتخب الكاميروني حتى الان في الشوط الثاني. وراتو بعد الى خارج الملعب. تعود من جديد لصالح المنتخب الكاميروني. حاولت ارسال كره عرضيه من جانب باريكي، مرت الى داخل منطقه الجزاء. هناك خطا على لاعب ليونيل وامبا، خطا على ليونيل وامبا. تدخل قوي وخطا يحتسب الان على لاعب المنتخب الكاميروني. ركلة حرة اتلعبت. إلى خارج الملعب رمي التماس لصالح المنتخب الأنغولي. زيتو وكرة تقطع من دفاع المنتخب الكاميروني. ركله حره مانفريد إيكوي. 19 دقيقة أخيرة متبقية من عمر الوقت الأصلي للشوط الثاني في هذه المباراة. تالي من جديد، هناك سقوط على أرضية ملعب المباراة في هذه المرة للاعب من المنتخب الأنغولي. تدخل من جانب ليونيل وامبا. توقف الان لعلاج لاعب المنتخب الانغولي. يخرج الان برفقة الطاقم الطبي للمنتخب الانغولي الى خارج خطوط الملعب. هيعمل اسقاط الان الحكم عيسى الساعي. يعطي الكره للاعب المنتخب الكاميروني، يطلب منه طبعا اعادتها لمنتخب انغولا. خرجها اللاعب الى خارج الملعب الى رمي التماس. هيعملوا ضغط الان على لاعبي المنتخب الانغولي. 57% نسبه استحواذ لمنتخب الكاميرون، 43% المنتخب الانغولي. التصويبات 9 لمنتخب انغولا، 7 لمنتخب الكاميرون. 4 تصويبات من 9 المنتخب الانغولي ما بين القائمين والعارضه، تصويبه واحده من 7 تصويبات للمنتخب الكاميروني ما بين القائمين والعارضه. تماس لجي جي قائد المنتخب الانغولي. جي جي عربي تماس للمدافع الايسر للمنتخب الانغولي. تعود الى خارج الملعب الى ركله مرمى لصالح منتخب انغولا. هدوء في وتيره اللقاء حتى لا. ركلة مرمى. خطا وركلة حرة لصالح منتخب انغولا. ركلة حرة. ريكي نجاتشو يرتكب خطا ركلة حرة. ريكي مانفريد إيكوي
حارس مرمى المنتخب الكاميروني باتريس ليبي. المدير الفني المنتخب الكاميروني خرجت نيجيريا من دور نصف النهائي على يد غينيا. غينيا في النهائي. غينيا النسخة الماضية حلت في المركز الثالث في طبعا نسخة الجابون 2017، جاءت في المركز الثالث غينيا. غينيا أيضا لديها منتخبات جيدة ستظهر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة. غينيا وسبع مشاركات في تاريخ هذه البطولة. الطرف الأول في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخها طبعا يعني تصعد للمباراة النهائية، خدت المركز الثالث ثلاث مرات قبل ذلك، ولكن الظهور الأول لها في المباراة النهائية. هل يكون الظهور الأول أيضا لأنجولا في المباراة النهائية على حساب الكاميرون؟ كاميرون اللي ظهرت في المباراة النهائية في نسخة 2003 وفازت باللقب نهائي وحيد في تاريخ المنتخب الكاميروني في هذه البطولة، بينما الظهور والظهور الثالث للمنتخب الكاميروني في الدور نصف النهائي من هذه البطولة. جاءت في المركز الرابع في نسخة 99. تاني محاولة من جديد لمصلحة المنتخب الأنجولي على الجهة اليمنى. ألفونسو بينجا يلعب كرة عالية تبعث بضرب رأس هناك على الجهة اليسرى. زيتو، زيتو متواجد، زيتو المهاري بالقدم اليسرى مر يلعب كرة عرضية سهلة سهلة مخطوفة العرضية من جانب مدافع المنتخب الكاميروني. دقيقة 77 من عمر اللقاء والتعادل السلبي مستمر في هذه المباراة. دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عام. المباراة الثانية في هذا الدور. المباراة الأولى انتهت أيضا في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وحسمت عن طريق ركلات المعاناة الترجيحية. هل تؤول الأمور في هذه المباراة أيضا لركلات الترجيح؟ هل ستحسم بركلات الترجيح؟ أعتقد ذلك. أظن أن هذه المباراة ستحسم بركلات الترجيح. نيلينيو نستعد الآن للنزول. رقية شونيزيا رقية الحكم الرابعة ترفع اللافتة الآن سأخرج الهداف كافيتا وسأنزل مانويل ميجيل الشهير بنيلينيو لاعب رقم 8. نيلينيو مانويل ميجيل لاعب الأنجولي ينزل الآن في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب الأنجولي قبل النهاية ب 13 دقيقة. تبديل للمدرب بيدرو جونزالفيش مدرب المنتخب الأنجولي. التبديل الأول طبعا لبيدرو جونزالفيش. مانويل ميجيل ينزل الآن في هذه المباراة. في تبديل أيضا أجراه المدير الفني للمنتخب الكاميروني. أخرج سايدو بعد حالة الطرد اللي تعرض ليها نزي ودفع بورقة تلعب زي السونو. قلب دفاع نزل ودي هجمة خطيرة للمنتخب الكاميروني على الجهة اليسرى. ستيف موفوي مر عدى ياخذ ركنية أو ركلة مرمى. ارتدت الكرة من قدم اللاعب ستيف موفوي وركلة مرمى للمنتخب الأنجولي. 12 دقيقة أخيرة متبقية من زمن الوقت الأصلي للشوط الثاني. هل نشاهد أيضا ركلات ترجيح؟ وهل يكون نفس السيناريو أيضا ماراثون؟ وصلنا لعشر ركلات ترجيح لكل منتخب، يعني 20 ركلة ترجيح كانت في مباراة الدور نصف النهائي الأول لا واللي انتهت طبعا لصالح المنتخب الغيني. هيخرج جيجي أعتقد إصابة لجيجي القائد، ربما يترك مكانه لاعب رقم 19 في تشكيلة المنتخب الأنجولي. جيجي قائد المنتخب الأنجولي ربما يترك مكانه الآن في هذه اللحظات. جيجي للقطة اللي تعرض فيها لإصابة، ربما إصابة على مستوى الكاحل. بالفعل هيترك مكانه لتوني لاعب رقم 3 في تشكيلة المنتخب الأنجولي. توني هينزل بدلا من القائد جيجي. يخرج جيجي. جوزي كابينغانو الشهير بجيجي يترك مكانه الآن المدافع الأيسر للمنتخب الأنجولي قائد المنتخب الأنجولي. يخرج في الدقيقة 80 من عمر المباراة. لعب 80 دقيقة.
يترك مكانه الآن لتوني، ينزل توني الورقة الثانية اللي بيدفع بها الآن بيدرو غونسالفيش. أنطونيو جوزي الشهير بتوني ينزل الآن في هذه المباراة. توني كرة في الأمام ملعوبة، تعود مرة أخرى من جديد لصالح المنتخب الكاميروني، كرة عرضية تبعد إلى خارج الملعب إلى ركنية. ركنية هذه اليوم سايدو، اليوم لاعب المنتخب الكاميروني. نلعب في العشر دقائق الأخيرة المتبقية من زمن الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة. حارس الأنغولي جوفاني كارفاليو والركنية عالية وضربة الرأس خطيرة، ترتد من القائم هذه الرأسية. نشوف ارتدت من نقطة التقاء القائم والعرضة، ضربة رأس مميزة جدا جاءت عن طريق اللاعب ستيف موفويل اللي بيرتدي شارة القيادة طبعا بعد طرد القائد فابريس انديزي. ستيف يلعب كرة رأسية لكن لم يكن محظوظ في هذه اللحظة. مميز بالفعل، ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس جوفاني كارفاليو. كاد أن يتلقى هدف رغم النقص العددي طبعا اللي بيلعب به المنتخب الكاميروني، كاد أن يسجل في هذه اللحظات منتخب الكاميرون الهدف القاتل، لأنه أي هدف سيأتي الآن هو هدف قاتل بكل تأكيد، سيساوي الكثير لأنه سيصعد بصاحب الهدف طبعا إلى المباراة النهائية في هذه البطولة. في انتظار هذا الهدف، بينما أنواع يستعد الآن للنزول في تشكيلة المنتخب الكاميروني. يخرج الآن في هذه الأثناء ليونيل وامبا، ليونيل جوفو وامبا يترك مكانه ليانيك نوا. يانيك نوا لاعب المنتخب الكاميروني ينزل الآن في هذه الدقائق التسع الأخيرة المتبقية من زمن الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة. هل يفعل شيء في هذه الدقائق التسع الأخيرة؟ يانيك نوا، ربي تماس، شوف عيسى الصاي أيضا حكم هذه المباراة. عيسى حكم المباراة الافتتاحية، عيسى الصاي في هذه البطولة أدار طبعا يعني المباراة الأولى، المباراة الأولى في هذه البطولة جامعة طبعا منتخب البلد المستضيف لهذه البطولة منتخب تنزانيا ومنتخب نيجيريا، التقيا في المباراة الأولى من هذه البطولة، المباراة الافتتاحية اللي شهدت يعني 9 أهداف، 5 لمنتخب نيجيريا و4 لمنتخب تنزانيا. هذه كرة عرضية مرت بعرض الملعب وخرجت إلى ركلة مرمى، عبرت الكرة طبعا خط الملعب. كان عيسى الصاي طبعا أدار مباراة الافتتاح ما بين تنزانيا ونيجيريا، 9 أهداف كانت في المباراة الأولى، طبعا يعني أكبر حصيلة تهديفية في هذه البطولة في مباراة واحدة. 5-4، مباراة راحت وجاءت كثيرا، تقدم المنتخب النيجيري بعد ذلك التعادل للمنتخب التنزاني والتقدم لنيجيريا والتعادل لتنزانيا والتقدم لتنزانيا والتعادل لنيجيريا ثم التقدم لنيجيريا في الأخير. محاولة مرور من جانب اللاعب رقم 7 اليوم سايدو اليوم، لكن في الأخير ركلة مرمى لصالح المنتخب الأنغولي. دي 84 من أحداث اللقاء وركلة مرمى على تنفيذها. جوفاني كارفاليو يلعب كرة عالية في الأمام، جوفاني كارفاليو مرت هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى رامي التماس لصالح المنتخب الكاميروني. انجاتشو على تنفيذ رمية التماس، يلعب على طول رمية التماس انجاتشو. نلعب في الدقيقة 40 من زمن الوقت الأصلي للشوط الثاني، 6 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. تسديدة مرت إلى ركلة مرمى أم ركنية؟ ركنية، ارتدت من قدم المدافع ومرت إلى ركنية. هل يأتي هدف قاتل في هذه الدقائق الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة؟ الركنية الآن كاميرونية وعلى التنفيذ ستيف موفوي
ربما هناك تبديل قادم. توقف للعب الآن بينما استئناف. لا ليست هناك تبديلات قادمة. كرة مرت خطيرة، فرصة لازالت قائمة الآن المنتخب الكاميروني، والعرضية عالية بعيدة مرت، تسديدة من جديد تحت الضغط الآن المنتخب الأنغولي. لكن بالأخير كرة توب بعد أن تعود بضربة رأس، وهناك خطأ وركلة حرة لصالح المنتخب الأنغولي. تدخل قوي من جانب لاعب المنتخب الكاميروني وسقوط على أرضية ملعب المباراة. هذه سونو، ارتقاء عالي جدا وضربة رأس وسقوط على أرضية ملعب المباراة وخطأ وركلة حرة. هذه دومينغوش ودينوا، ركلة حرة. بروفيرو أمامنا، بروفيريو وديميمو لاعب رقم 5 طبعا في تشكيلة المنتخب الأنغولي. تيلسون تومي الشهير بميمو، أسماء الشهرة للاعبي المنتخب الأنغولي على الطريقة البرازيلية طبعا، يعني هناك أكثر من اسم شهرة للاعبي المنتخب الأنغولي. هذه ضربة الرأس اللي ارتدت من القائم، واخطر فرصه في المباراه للمنتخب الكاميروني. كادت ان تاتي بهدف برغم النقص العددي. هذه الراسيه ردت فعل جيده من حارس المرمى اللي لم يلحق اصلا بهذه الكره، لكن ردت فعله كانت مميزه. 4 دقائق اخيره متبقيه من عمر الوقت الاصلي للشوط الثاني والمباراه. شوف الوقت المحتسب بدل من ضاع في تقدير السنغالي. تسديده مرت بعيده الى ركله مرمى، تسديده قويه لكن من بعيد مرت الى ركله مرمى. ركله مرمى، لعبت ركله المرمى مرت الى خارج الملعب. رمي التماس، امطار الاخيره في هذه البطوله. الخاسر طبعا من هذه المباراه سيواجه منتخب نيجيريا في مباراه تحديد المركز الثالث في هذه البطوله يوم 27 من هذا الشهر بمشيئه الله، بينما النهائي يوم 28 بين منتخب غينيا والمنتخب الفائز من هذه المواجهه اللي لا زالت حتى الان هي التعادل السلبي ما بين طبعا الكاميرون وانغولا. ربما نلجا الى ركلات الترجيح لو انتهت المباراه بهذه النتيجه في وقتها الاصلي طبعا، لا وجود للشوطين اضافيين في هذه البطوله. هناك سقوط على أرضية ملعب المباراة للاعب المنتخب الأنغولي. خرج كافيتا طبعا أهداف البطولة، ليه 3 أهداف حتى الآن في هذه البطولة. إسماعيل السايدو ليه هدفين. إسماعيل السايدو موجود. إسماعيل طبعا خرج إسماعيل من هذه المباراة، وبالتالي كافيتا وإسماعيل خرجا من هذه المباراة. كاميرون ستظهر في نهايات كأس العالم المرة الثانية في تاريخها. نيجيريا تظهر المرة الثانية عشر في تاريخها طبعا في نهايات كأس العالم القادمة. أنغولا والمشاركة الأولى في تاريخها طبعا في كأس العالم. غينيا المشاركة الخامسة السادسة لغينيا في كأس العالم، المشاركة السادسة ليها في كأس العالم. 5 مشاركات، 85 89 95 2015 2017 وتشارك في كأس العالم 2019 في البرازيل. الطرف الأول في المباراة النهائية، منتخب يستحق كل التحية وكل التقدير. منتخب غينيا منتخب جيد، منتخب منظم. وهذه منتخب أنغولا. النهائي سيكون ناطق بالفرنسية والبرتغالية لو حدث طبعا. صعد المنتخب الأنغولي إلى المباراة النهائية. مشاهد النهائي طبعا ناطق باللغتين الفرنسية والبرتغالية لأول مرة في تاريخ هذه البطولة لو صعد المنتخب الأنغولي للمباراة النهائية على حساب المنتخب الكاميروني، بينما لو صعد المنتخب الكاميروني لملاقاة منتخب غينيا كوناكري سيكون النهائي خالص باللغة الفرنسية، ناطق باللغة الفرنسية ما بين هذين البلدين. حاولة كاميرونية، حاولة مرور الآن، وهذه تسديدة ترتد وتبعد من أقدام مدافعي المنتخب الأنغولي. منظم جدا المنتخب الأنغولي، مدرب بيدرو غونسالفيش، مردود رائع وعمل رائع. وهذه هجمة مرتدة سريعة وزيادة عددية ومحاولة لو فيها تغيير اتجاه اللعبة تكون خطيرة. التمريرة في الأمام والانفراد، لا لا
مش ممكن، مش ممكن على هذه الفرصة. ماذا أضاع لاعب المنتخب الأنغولي دافيد إنزانزا؟ دافيد يضيع أخطر فرصة في المباراة بانفراد رائع وتمريرة ساحرة من جانب زيتو، لكن دافيد يرفض الهدية ويضيع أمام مانفريد ديكوي فرصة كاد تنتهي بهدف قاتل في هذه اللحظات الأخيرة، بينما لدينا هجمة أخرى لصالح المنتخب الأنغولي. تقطع، تعود هذه الكرة إلى مانفريد ديكوي. مانفريد ديكوي كان هناك اعتراضات طبعا بوجود تسلل، وهذه طبعا زيتو حزين، لكن لم يكن هناك تسلل بالفعل، كان ممكن يراوغ حارس المرمى لكنه سدد من المرة الأولى، شاف حارس المرمى سدد له كرة، لكن يا ولد يا مانفريد، مانفريد يتصدى لكرة. هدف أكيد، هدف القاتل ضاع على المنتخب الأنغولي. ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، ثلاث دقائق نلعب في أحداث الدقيقة الأولى منها الآن، وضاعت الفرصة الأخطر في المباراة لمنتخب أنغولا للوصول للمباراة النهائية. خلاص يعني الوقت القاتل جاء وضاعت الفرصة على المنتخب الأنغولي، وأعتقد سنمر إلى ركلات المعاناة الترجيحية، ركلات الترجيح من علامة نقطة الجزاء. لدينا إصابة في هذه اللحظات الآن للاعب من منتخب الكاميرون، بينما سيسكو استعد الآن للنزول في هذه المباراة في الوقت المحتسب بدل من ضائع. اللاعب رقم 20 سيسكو لاعب المنتخب الأنغولي يستعد الآن للنزول في تشكيلة بيدرو جونسالفيش. سيسكو، جاسبار مورايش، لاعب ريميرو دي أغوستو هينزل بدلا من اللاعب اللي ضيع الفرصة دافيد طبعا، يعني اللاعب رقم 14 دافيد لاعب انتر كلوب دي أنغولا، يترك مكانه صاحب أخطر فرصة في المباراة. دافيد حزين طبعا، يعني ينزل جاسبار مورايش شهير طبعا بسيسكو. ادي دافيد يترك مكانه في هذه اللحظات الأخيرة، التبديل الثالث والأخير لمنتخب أنغولا في الدقيقة الثانية من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع، ولدينا رمي التماس لمنتخب أنغولا. بعدها سنمر طبعا يعني إلى ركلات الترجيح. رمي التماس لصالح منتخب أنغولا، دقيقة الأخيرة الآن من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع المقدر بثلاث دقائق من حكم المباراة السنغالي عيسى ساي. كرة في الأمام، ضربة رأس، محاولة تقدم من جانب لاعبين منتخب الأنغولي. سيسكو وضغط وكرة تستخلص بين منتخب أنغولا في وسط الملعب الآن، محاولات ومراوغات. بيريديتو وخطأ وركلة حرة لبيريديتو. الوقت يمر تقريبا نصف دقيقة لا متبقية على نهائي الزمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. ادي عيسى الساي وجه الزر الان، عيسى الساي اللي لعب بين منتخب الكاميرون، لاعب رقم 6 يحصل على انذار الان. دي بونجي هذا اللاعب رقم 14 بينزل الان بدلا من جيل كينج. دي بونجي او تبديل، وكان بيدور التبديل. كرة خطيرة تبعد من دفاعات المنتخب الكاميروني خارج الملعب الى ركنيه، هي الفرصه الاخيره الان في هذه المباراه في الوقت المحتسب بدل من ضائع لتسجيل هدف المرور والعبور الى المباراه النهائيه من هذه الركنيه اللي على تنفيذ الان لاعب نيلينيو مانويل ميغيل لاعب المنتخب الانغولي بالقدم اليسرى. وانغولا بالطبع الان يعني تقريبا ست لاعبين داخل منطقه الجزاء في هذه الركنيه. انغولا وكرة ملعوبة بضربة رأس تبعد تعود من جديد على حدود منطقة الجزاء، وهنا أطلق مشاهدينا متابعينا في كل مكان الحكم السنغالي عيسى ساي صافرته، وأعلن عن نهاية أحداث الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل السلبي ما بين منتخبي الكاميرون وأنغولا. المباراة الثانية في الدور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عام تنتهي أيضا كما انتهت المباراة الأولى في هذا الدور، في الدور نصف نهائي بين نيجيريا وغينيا بالتعادل السلبي. ودقائق قليلة ونمر إلى ركلات الترجيح لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية لهذه البطولة، إما أنغولا وإما منتخب الكاميرون في المباراة النهائية لمواجهة المنتخب الغيني، بينما مباراة تحديد المركز الثالث ستكون ما بين الخاسر من ركلات الترجيح في هذه المباراة والمنتخب النيجيري اللي خسر أمام المنتخب الغيني. شوفنا طبعا أحمد الغندور ويوسف البساطي، أحمد الغندور اللي بيشارك في هذه المباراة كحكم يعني مساعد خلف المرمى، حكم الدولي
احمد الغندور حكم المصري مع البوساطي يوسف البوساطي المساعد الاول في هذه المباراه. دقائق لالتقاط الانفاس وبعد ذلك تحديد ايضا اللاعبين المسددين، الخمس لاعبين المسددين لاول خمس ركلات ترجيح. بعد ذلك يعني لو استمرت ركلات الترجيح ما بيكونش هناك ترتيب معين للاعبين المسددين، اي لاعب بيدخل بيسدد، لو ما كانش سدد طبعا شفنا ماراثون وصل ل 20 ركله ترجيح في المباراه الاولى. هل نشاهد نفس السيناريو في هذه المباراه في نفس الملعب في الملعب الوطني في دار السلام؟ من سيكون الطرف الثاني للمباراه النهائيه لهذه البطوله؟ كاس امم افريقيا للناشئين تحت 17 عن النسخه رقم 13 في تاريخ هذه البطوله. مشاهدينا متابعينا طبعا يعني بعد النسخ اللي بدات من عام 95، النسخ الاولى اللي كانت في الثمانينات وما قبل نسخه 95 كان هناك 17 كاس امم افريقيا للناشئين. قبل ذلك كانت بطوله افريقيا للناشئين تحت 17 عام. اصبحت يعني كاس امم محاولات التقاط الانفاس، محاولات اعاده الشفاء قبل او اعاده الاستشفاء للاعبي المنتخب الكاميروني قبل ركلات المعاناه الترجيحيه. ركلات الترجيح يعني قالوا عنها ركلات الحظ الترجيحيه، ركلات المعاناه الترجيحيه، ولكن يعني البعض يصفها بانها يعني لعبه يا نصيب ركلات الترجيح، لكن في النهايه هي ايضا يعني تخضع للعلم وللدراسه. لو الركله نفذت بسرعه معينه وبقوه تسديد معينه وفي زاويه معينه من زوايا المرمى بكل تاكيد الحارس لن يكون له اي فرصه في ابعاد الركله. حارس مرمى المنتخب الانجوري جوفاني كارفاليو بيحصل على تعليمات طبعا من مدربه، بينما لدينا اللقطه ايضا للاعبي المنتخب الانجوري حاولت يعني رفع المعنويات قبل تنفيذ ركلات الترجيح. جوفاني كارفاليو، ماذا سيفعل جوفاني؟ ماذا سيفعل مانفريد ايكوي؟ لحظات وانا اعيش مع اجواء من المتعه والاثاره لتحديد الطرف الثاني طبعا للمباراه النهائيه لبطوله امم افريقيا للناشئين تحت 17 عام. ركلات المعاناه الترجيحيه والقرعه ما بين كلا القائدين من جانب المنتخب الكاميروني لعب ستيف موفي طبعا قائد المنتخب الكاميروني، ومن جانب المنتخب الانجولي لعب رقم 4 دومينغوش والقائد الان دومينغوش بعد خروج كلا القائدين. جيجي خرج للاصابه وخرج ايضا نزي فابريسي نزي بالبطاقه الحمراء اللي لم يستفيد منها المنتخب الكاميروني في الشوط الثاني. بطاقه حمراء مباشره طبعا او بطاقه حمراء بعد مرور ثلاث دقائق بانذار ثاني للاعب المنتخب الكاميروني فابريس انديزي، والنقص العددي لم يستغل من جانب لاعبي المنتخب الانجولي. ادي مدرب منتخب الكاميرون وحوار مع مانفريد ايكوي حارس مرمى المنتخب الكاميروني وراس المرمى في المباراه الاولى في دور نصف النهائي. ولا تصدي من حراس المرمى في 20 ركلة، 20 ركلة ترجيح في المباراة الأولى لم نشاهد أي تصدي. الركلة الأخيرة اللي ضيعها طبعا لاعب المنتخب النيجيري أطاح بها خارج المرمى، بينما هنا لدينا الصورة طبعا على المدرب بيدرو جونزالفيش المدرب البرتغالي ودكة بدلاء المنتخب الأنجولي، بينما الصورة هنا على لاعبي المنتخب الكاميروني. وهذه اللحظات التي تسبق طبعا العاصفه، الهدوء اللي بيسبق العاصفه مشاهدينا متابعينا في كل مكان قبل تنفيذ ركلات الترجيح. ركلات الترجيح من نقطه علامه الجزاء، ويذهب للمرمى الحارس الانجولي جوفاني دي كارفاليو. جوفاني دي كارفاليو حارس مرمى المنتخب الانجولي جوفاني لا راح خارج المرمى، وبالتالي الركله الاولى ستكون للمنتخب الانجولي. هذه الحارس مانفريد ايكوي حارس مرمى منتخب الكاميرون، هنشوف من سينفذ الركله الاولى. المنتخب الانجولي بالفعل صاحب الركله الاولى، المنتخب الانجولي من صاحب الركله. الركله الاولى تعتبر من اصعب الركلات، الركله الاولى من اصعب الركلات دائما في ركلات الترجيح. هنشوف مين اللي يعني سأذهب لتسديد هذه الركله، الركله الاولى والركله الخامسه والركله الثالثه اصعب ثلاث ركلات
هي الركلات الأولى والثالثة والخامسة. جوفاني دي كارفاليو مانفريدي كوي وحديث مع حكم المباراة وأعطاء توجيهات طبعا بعدم التحرك للأمام قبل تنفيذ الركلة قبل التسديد. لا تحرك للأمام، تحرك على خط المرمى. عيسى الصاي الحكم السنغالي يعطي توجيهاته يعطي تعليماته قبل تنفيذ دومينغوش الركله الاولى في هذه المباراه. اللاعب رقم اربعه دومينغوش اندرادي لاعب انتر كلوب دي لواندا وجها لوجه مع حارس المنتخب الكاميروني مانفريد ايكوي حارس مرمى بيست ستارز دي ليمبي في الكاميرون. دومينغوش ومانفريد ايكوي والركله الاولى للمنتخب الانغولي، هل ستترجم الى هدف اول في ركلات الترجيح لصالح المنتخب الانغولي؟ الركله الاولى انغوليه ودومينغوش في المرمى يا ولد بكل هدوء يضع الكره في الشباك ويسجل اول ركله ترجيح للمنتخب الانغولي. دومينغوش القائد وصاحب الركله الاولى يترجمها بنجاح الى هدف اول في ركلات الترجيح لصالح المنتخب الانغولي. الى داخل الشباك في الزاويه الصعبه المستحيله على حارس المرمى مانفريد ايكوي، راحت في الزاويه العليا اليمنى الى ركله ترجيح اولى في اللقاء الان للمنتخب الانغولي. التقدم انغولي الان، بينما استعد الان لاعب المنتخب الكاميروني لتنفيذ الركله الفنيه في هذه الاثناء. الان جوفاني في مرمى، جوفاني حارس مرمى المنتخب الانغولي وركلة الترجيح الأولى للمنتخب الكاميروني على التنفيذ. ستيف موفي القائد يضعها في المرمى ويتعادل للمنتخب الكاميروني بركلة ترجيح مقابل ركلة ترجيح. 1-1 في ركلات الترجيح الآن. بكل هدوء حرك الحارس جوفاني على الجهة اليمنى ووضع له الكرة على يساره داخل الشباك ليعلن عن ترجمة الركلة الأولى من ركلات الترجيح للمنتخب الكاميروني بهدف اول في هذه المباراه. والنتيجه 1-1 الان. 1-1 الركله الثانيه للمنتخب الانغولي. مانفريد ايكوي في مرمى ويستعد لاعب المنتخب الانغولي لاعب رقم 20 لتنفيذ الركله الثانيه. يضع الكره في المرمى بهدوء وبنجاح يسجل جاسبار مورايش الشهير بسيسكو الركله الثانيه للمنتخب الانغولي. سيسكو لاعب بريميرو دي اغوستو يسجل الركلة الثانية للمنتخب الأنغولي لتصبح النتيجة الآن 2-1. هذه طبعا مساعدي المدير الفني لمنتخب أنغولا. الركلة الثانية لمنتخب الكاميرون، ركلة أخرى في المباراة لمنتخب الكاميرون. الركلة الثانية طبعا والمسدد هو اللاعب رقم 14 في تشكيلة المنتخب الكاميروني، رقم 14 في تشكيلة المنتخب الكاميروني اندونغو حامد اندونغو يستعد الآن للتنفيذ في المرمى. هدف ثاني، هدف تعادل للمنتخب الكاميروني، هدف تعادل للمنتخب الكاميروني. ناسورو بن حامد اندونجو يا ولد يضعها داخل الشباك هدف وتصبح النتيجه الان 2-2 في ركلات المعاناه الترجيحيه والركله الثالثه للمنتخب الانغولي. هل نشاهد ماراثون ركلات ترجيح كما شاهدنا في المباراه الاولى؟ 20 ركله ترجيح بالتمام والكمال في المباراه الاولى، ضاعت ركله من 20. بابلو الان على تنفيذ الركله الثالثه للمنتخب الانغولي. لعب ريفالدو كامبوتا الشهير ببابلو، بابلو قلب دفاع المنتخب الانغولي وجها لوجه مع مانفريد ايكوي حارس المرمى للمنتخب الكاميروني. بابلو، بابلو مانفريد يتصدى، مانفريد يتصدى لكرة بابلو، كان واضح عليه الخوف والقلق وبابلو يضيع الركلة الثالثة للمنتخب الانغولي. والفرصة تأتي الآن للمنتخب الكاميروني للتقدم في نتيجة ركلات الترجيح لو ترجمت الركلة الثالثة. ولد يا مانفريد يتصدى بمنتهى الروعة، بمنتهى البراعة، بمنتهى الاقتدار، بردة فعل عالية جدا لهذه الركلة الثالثة للمنتخب الانغولي. وادي الذهول طبعا والهجوم على وجوه مساعدي المدرب البرتغالي بيدرو جونسالفيش وبقية اللاعبين البدلاء طبعا اللي بيشاهدوا ركلات الترجيح. بينما لدينا
يانيك نوا يستعد الان لتنفيذ الركله الثالثه للمنتخب الكاميروني. يانيك نوا من اجل وضع المنتخب الكاميروني في المقدمه في نتيجه ركلات الترجيح بعد اول ثلاث ركلات ترجيح. هل يترجم الركله الثالثه ام يتصدى جيوفاني دي كارفاليو حارس مرمى المنتخب الانغولي؟ البديل يانيك نوا نزل من اجل تنفيذ هذه الركله. يانيك نوا يستعد الان للتنفيذ. يا ولد وجيوفاني كان من الممكن ان يتصدى لهذه الكره، لعبها يانيك ولحسن حظه دخلت المرمى، سجلت هدف ثالث. مش ممكن جيوفاني غير مستعد نفسيا للتصدي لركلات الترجيح. مرت الكره بغرابه من اسفل جيوفاني، كانت سهله جدا من اجل يعني ان تبعد هذه الكره. يا جيوفاني يتحسر بكل تاكيد جيوفاني، لكن اعصابه مشدوده بكل تاكيد، ويترجم يانيك نوا طبعا الركله الثالثه بنجاح، وتقدم منتخب الكاميرون الان في الركلات بثلاث ركلات مقابل ركلتين. زيتو على تنفيذ الركله الرابعه للمنتخب الانغولي. زيتو وركله رابعه. زيتو هدف التعادل ياتي الان من الركله الرابعه للمنتخب الانغولي، تصبح النتيجه 3-3، لكن في ركله للمنتخب الكاميروني. هنشوف مين اللي هينفذها، هنشوف مين اللي هينفذ الركله الرابعه للمنتخب الكاميروني. 4-4 في النتيجة، لكن في ركلة زائدة طبعا للمنتخب الأنغولي. زيتو ترجمها بنجاح بعد ما ضيع بابلو للمنتخب الأنغولي. يأتي زيتو طبعا بهدف التعادل، وكانت سهلة جوفاني ركلة يانيك نوا. الآن اللاعب هنشوف اللاعب رقم 4 هو اللي هينفذ الركلة الرابعة للمنتخب الكاميروني. داوود عمادو، داوود وجيوفاني، هل يلعبها خارج المرمى؟ هذه طبعا الصورة على الوجه المدير الفني المنتخب الكاميروني توماس ليبي. والتنفيذ لداوود، داوود وجيوفاني. داوود هل يلعبها خارج المرمى؟ داوود يضعها في المرمى يا ولد، بكل هدوء على الأرض على يمين حارس المرمى. جيوفاني يسجل الركلة الرابعة ويعاود التقدم من جديد المنتخب الكاميروني في ركلات الترجيح. متبقي الآن ركلة وركلة، لو تصدى حارس مرمى المنتخب الكاميروني لهذه الركلة الخامسة الأخيرة للمنتخب الأنغولي، إذن الكاميرون في النهائي لو تصدى مانفريد إيكوي لهذه الركلة الخامسة للمنتخب الأنغولي. شوف مين اللي هيذهب لتنفيذ الركلة الخامسة. ضاع طبعا بابلو الركله الثالثه اللي ذكرت انها من اهم الركلات، يعني الثالثه والاولى والاخيره، هذه الخامسه طبعا يعني ركله هامه جدا للمنتخب الانغولي. تضيع معها الاماني والامال القليله المتبقيه. وعلى التنفيذ بروفيريو لاعب المنتخب الانغولي. بروفيريو يطيح بالكره على المرمى، والكاميرون الى المباراه النهائيه بعدما ضيع بروفيريو ومن قبله ضيع بابلو، ويفوز المنتخب الكاميروني في ركلات المعاناه الترجيحيه باربع ركلات لثلاث ركلات ولا حاجه لتنفيذ الركله الخامسه. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الكاميرون الى المباراه النهائيه، بينما تكتفي انغولا باللعب على المركز الثالث في هذه البطوله، وتكتفي بالصعود الاول التاريخي لها الى مونديال البرازيل 2019 للناشئين تحت 17. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كانت هذه هي المباراة الثانية للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عام، والتي ابتسم الحظ فيها للمنتخب الكاميروني. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مباريات أخرى قادمة بإذن الله.